هنا بس لازم تبقى فاهم حاجة يا جماعة. فخامة الرئيس عنده استراتيجي أو استراتيجية، رؤية واضحة، وعنده تكتيكاته اللي بيشتغل بيها. كل اللي أقدر أقوله لك على قد فهمي، الرئيس مش عايزنا نبقى محطوطين تحت درس حد، الرئيس مش عايزنا نبقى محطوطين تحت ضغوط من حد، الرئيس مش عاوز. طب بلاش، هاخدها لك سياسة. هو في الأزمة والكارثة اللي حاصلة في فلسطين دي، تخيل لو احنا مضغوط علينا بالقمح. طيب أنا عايز أستأذنك، هنسمع مقتطف من كلمة، هنسمع طبعا وهنشوف جزء من كلمة الرئيس، وهنرجع نتكلم تاني. رقم للناس عشان الناس تستوعب، عشان استفيد من 7.5 مليون متر ميه دول، دفعتوا كام او بتدفعوا كام يا دكتور مصطفى؟ ما تقول. تقول يا دكتور مصطفى. لا ما تقول انت، ليه هو ما تقول يا دكتور. رقم ما يتنسيش، 190 مليار جنيه مش 186، 190 مليار جنيه. وده مهم ان احنا نقوله دلوقتي. ليه يا دكتور هاني؟ معلش انا اسف اني قطعتك يعني. لا يا فندم اتفضل. انتوا المصريين كتير، وسواء كان في يعني راي عام او مفكرين او مثقفين او اعلاميين، يقول لك انتوا وديتوا الفلوس فين؟ مش كده؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كانش عندي خيارات تانيه ان احنا نسيب بلدنا كده وتبقى يعني تخرب. لا، احنا كنا نعاني يا دكتور مصطفى من انفاق عالي جدا زي كده من الحكومه ومن الدوله في سبيل ان البلد دي تعيش. ولا انا فانا كان يعني انت قلت على ده فقط مش كده؟ طب ما رشيد كام؟ ماخذ رشيد بال 150 كيلو ومحطات الرفع بتاعته. ده الدكتور شاكر عايز للمحطات محولات الكهرباء 50 مليار يا دكتور، 50 مليار جنيه بس للمحولات بتاعتهم، مش كده؟ ولا انا يا جماعه احنا عملنا حاجه يعني اقتصادياتها مش بس ما فيش خيار لدوله تانية، يا نعيش يا نموت بقى.